وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات بالشرقية خلال الأسبوعين الماضيين ضربات استباقية وجهود مضنية متواصلة على مدار الساعة تقوم بها وزارة الداخلية لإحكام سيطرتها الأمنية على البؤر الإجرامية من مروجي المخدرات. وفي ذلك الإطار واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتاجري المواد المخدرة، حيث تم تحقيق نتائج الآتية خلال الأسبوعين الماضيين: ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الزقازيق وبحوزاته كمية من مخدر الحشيش، وضبط عاطلان مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو حماد وبحوزتهما كمية من نفس المخدر. كما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عاطل بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 50 كيلوغرام من مخدر الحشيش بقيمة مالية بلغت 3.5 مليون جنيه تقريبا. وفي الإطار نفسه تمكن ضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع الشرقية من القبض على عاطل آخر باتهامه بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع بمركز أبو كبير. ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم في كمين أعد له، وضبط بحوزته 500 جرام من مخدر الهيروين و34 تربة لجوهر الحشيش المخدر. وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة القضية لمباشرة التحقيق. جهود وزارة الداخلية لا تتوقف على مدار الساعة، وأسفرت المتابعة الأمنية المستمرة والضربات الاستباقية المتواصلة من ضبط 3 عناصر إجرامية لها معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية وبحوزتهم 200 تربة لمخدر الحشيش وزنة 20 كيلوغرام وسيارة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2.8 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة. يأتي ذلك في إطار التوجيهات المستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في تكثيف الحملات والضربات الأمنية المستمرة في ملاحقة مروجي المخدرات وفرض السيطرة الأمنية للحد من انتشارها.